سيداتي سادتي، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. أهلا رب. أهلا بك عبدالله، عيدك مبارك وكل عام أنتم في فرح موصول. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد. وحرص السيد الرئيس على مصافحة عدد من الأطفال ذوي لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره. عقب انتهاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، شارك السيد الرئيس أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة والأطقم الطبية وذوي الهمم احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة، حيث حرص سيادته على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره في جو من البهجة والسعادة. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترحيب وتوجيه التهنئة للأطفال والكبار بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو تقليد يقوم عليه السيد الرئيس منذ توليه الحكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، سعداء بيكم، عيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، متشرفين بيكم، والله متشرفين بيكم، كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير جميعا، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا، عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين، كل سنة وانتم طيبين. تفضل. استاذ ابراهيم، توقعت ان انت هتبقى موجود هنا برضه. طبعا. اتفضل بقى، ايه سندوتش جبنه رومي؟ اشكرك، متشكر جدا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. قهوه، شاي. شكرا. هذا وقد تضمن الاحتفال عرضا غنائيا ومسرحيا بمشاركة عدد من الفنانين والنجوم وكذلك أبنائنا من شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين. وخلال الاحتفالية قدم الشيخ مشاري راشد عددا من الأناشيد التي خص بها مصر وتاريخها الإسلامي، ثم ختم فقرته بالدعاء لمصر. وعقب ذلك قدم مجموعة من أبناء الشهداء هدية تذكارية للرئيس السيسي عبارة عن صورة لعلم مصر صنعوها بأنفسهم، وحرص السيد الرئيس على التقاط الصور التذكارية معهم وكذلك الحديث والتقاط الصور مع الأطفال ذوي الهمم. وكعادته دائما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر المبارك. وخلال الاحتفالية أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره العميق لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون، حيث أكد على أن ما جاء بالمسلسل عبر وبصدق شديد عن مرحلة تاريخية فاصلة ومرحلية من تاريخ مصر. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله، 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة
يقول لي حنقتل وحنجيب من كل حتة وحتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم، وادعاء وتشويه وزيف. صحيح بيعملوا كده، رغم ان انا قعدت 7 سنين لم اذكرهم مرة، كنت اقول اهل الشر اهل الشر، عشان ادي فرصة لأهل الشر انه يتراجعوا عن الشر. يا رب يهدينا كلنا. وعقب ذلك حرص السيد الرئيس على تناول الافطار وسط ابنائه من اسر شهداء ومصابي العمليات من الجيش والشرطة والاطقم الطبية والايتام وذوي الهمم من اطفالنا. وعقب تناول وجبة الافطار حرص السيد الرئيس برفقة عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين مشاركة الاطفال من ابناء الشهداء والمصابين فرحتهم وسعادتهم في منطقة الألعاب في أجواء تغمرها الفرحة والبهجة والسعادة. كل عام وأنتم بخير. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، متوسطا أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة. حضر الصلاة بجوار السيد الرئيس كل من رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، إضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. هذا وقد قامت وزارة الداخلية بتقديم هدايا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن، وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني. شهداء قدموا أرواحهم للوطن، فارقونا بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري. أبويا شهيد، دي حاجة أكيد تشرفني. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد، ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنبي تحي. دايما بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تساعدنا وتسعد أولادنا. النهاردة أنا مبسوطة جدا بوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس، وإن الرئيس ما نسناش وافتكرنا، ودي حاجة كويسة وإحنا فخورين بيها. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك أفضفضلك. هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا علشان ان احنا نعيش في بيتنا مطمنين وقاعدين متأكدين ما حدش هيجي يتعدى علينا. يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناء عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمام. كل سنة طيبين. السيد الرئيس بعت لكم الهدية دي بمناسبة عيد الفطر. سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حاسين ان احنا فقدنا حاجة، يعني دايما يبقى فاكرنا كده على طول، ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا. مبسوطة جدا اللي هو فاكرنا مش ناسينا في الاعياد دايما، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. ابويا شهيد، دي حاجة اكيد تشرف.
الدولة دايما متواصلة معنا وبتهتم بينا ودايما مش ناسيانا في أي حاجة، ودايما الرئيس على تواصل دايما مع أولاد الشهداء ودايما فاكرينهم. عدى وقت طويل قوي من تاريخ الاستشهاد وهم على تواصل معنا، ما منسوناش أبدا. كل سنة وانتم طيبين. طيبين. دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا وسهلا. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. لولا أمه إحنا ما كانش زماننا عايشين والله، يعني إحنا لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون في نجاح بيكون في تضحيه. لو طولت ازعج في الدنيا بحالها واقول لهم انا ام البطل وانا ام الشهيد والسيد الرئيس، يعني فاكرني في يوم حلو زي ده هو، وكل سنه وهو طيب وتنعاد عليه بخير، واحنا وراك في اي حاجه احنا وراك. متشكرين على الهدية اللي هو فاكرنا دايما في أي مناسبة في أي حاجة مش بينسانا. أسرة الشهداء كلنا الصراحة نسيبنا، يعني الريب مش متأخر علينا في أي حاجة، في أي مناسبة، أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الريب ما بتأخرش علينا، حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يعني ما بتأخرش علينا. حاجة جميلة جدا لما الاقي البر لسه فاكراني وفي كل مناسبة بتجيلي وبتقدم لي هدايا. مبسوطة جدا بتحتفلوا بالشهداء وواخدين بالكم منهم، والرئيس يعني محسسنا ان هو اب مش رئيس دولة، لا هو اب فعلا. وحقه ما راحش ده ربنا وعده بالجنة، جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها، وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. باختصار الهدية من سيادة الرئيس قيمة جدا وعظيمة جدا أيا كانت هي. الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعنوي اللي أهده لنا، إنه فاكر شهيدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد. الهدية دي من سيادة الرئيس عظيمة جدا، لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض. أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات على مستوى الجمهورية، فيما سادت حالة من البهجة والسرور بين المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد وسط إجراءات احترازية.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل خلال احتفالات العيد، وتشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة بجانب 11 لنش إسعاف نهري، كما تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات وتكثيف وجود الفرق الطبية في أقسام الطوارئ. مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الصحة حالة الاستنفار القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الطبية وبخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ وبنوك الدم، إضافة إلى جاهزية من الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على مدار الساعة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك. درجة الاستعداد بجميع أقسام الطوارئ والاستقبالات سواء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، والتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان، تأكد من جهوزية بنوك الدم وتوفر مخزون كافي من الدم وتوفر مخزون كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الخاصة بالحوادث. والعيد النهاردة الحقيقة المرة دي مرتبط ارتباط لصيق بأعياد شم النسيم وما يتم فيه من تناول الأسماك المملحة. أيضا نحن مستعدون من خلال توفير المصل الواقي للتسمم الخاص بالأسماك المملحة. جاهزية تامة من قبل فرق الطب الوقائي التي تكوب شركات الأغذية ومحلات البيع للوقوف على مدى صلاحية الأغذية للمواطنين وبخاصة الأسماك المملحة، بالتنسيق مع جميع مديريات الشؤون الصحية في 27 محافظة، ان هو بتكثيف المرور على اماكن وتداول بيع الأغذية والمصانع عشان نتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في أماكن تصنيع وتداول الأغذية. احنا بنوفر كمان مصل اللي هو ضد البتيوليزما والتسمم المباري عشان لا قدر الله لو كان في أي يعني مضاعفات وأي لأي أغذية أو تناول أي أغذية من الأسماك المملحة كانت ممكن تسبب أي أمراض ولا حاجة، فإحنا بنوفر المصل دوت موجود في كل مديريات الشؤون الصحية. الحاجة اللي بعد كده طبعا الترصد بصفة عامة لأي من الأمراض، أي من الأمراض المعدية، وخصوصا طبعا في الوقت دوت بيبقى اللي هي النزلات المعوية عشان التعاون مع كافة الفرق العلاجية. أكثر من 2800 سيارة إسعاف تم تجهيزها بكوادر طبية والمستلزمات وأجهزة الطوارئ والتي تجوب الشوارع والميادين والمتنزهات لمواجهة الحالات الطارئة ونقلها إلى المستشفيات بشكل فوري. في حوالي 2800 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف اللوجستية اللي بتقدم الدعم الميداني بكل الأدوية والمستلزمات اللي تحتاجها سيارات الإسعاف، هيكونوا متواجدين على مدار الساعة في الشارع على أساس يأمنوا. وكذلك بالنسبة للإسعاف النهري، احنا عندنا 11 لانش إسعافي موجودين بيأمنوا كل النزهات النيلية، ويتم الاستجابة لأي طلب إسعافي أو إغاثي في نهر النيل. حالة استنفار قصوى تتعايش معها وزارة الصحة بكافة مؤسستها الصحية والعلاجية لتوفير الأجواء المناخية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بنشر الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين وعلى المحاور الرئيسية والمتنزهات والمقاصد السياحية والترفيهية وكذلك المسطح المائي لنهر النيل. تبقى الجاهزية المطلقة والاستعداد والتأهب هي سمة أجهزة وزارة الداخلية في تأمينها كافة الفعاليات والاحتفالات. وتستمر الوزارة في تلك الجاهزية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك بكافة قطاعاتها ومديريات الأمن، والتي استعدت لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة في هذا الإطار. انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاما في الأعياد، بخاصة منطقة وسط البلد. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتاديها، فضلاً عن الحملات المرورية التي تتم عليها لضمان الانضباط المروري مع نشر سيارات الإغاثة المرورية وأنظمة مراقبة السرعات للتعامل مع الكثافات المرورية والأعطال. كما تتابع غرفة عمليات المرور
الحركة المرورية على مدار الساعة. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين. لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة لها. كل تلك الإجراءات والاستعدادات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، نجحت الجهات السيادية في الإفراج عن 20 بحارا مصريا باليمن. وجاءت جهود الإفراج عن هؤلاء البحارة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين بالداخل والخارج. وقد تلقى كافة البحارة الرعاية اللازمة وجاري تأمين عودتهم للبلاد. في الشأن العربي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، مشيرا إلى أنها ستنهي عملها في ظرف أيام معدودة. وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سوف يشمل 4 منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، فضلا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة وغير الوطنيين. أكدت وزارة الدفاع الروسية إجلاء العشرات من مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا. من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن أول مجموعة تم إجلاؤها من ماريوبول وصلت إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، مؤكدا التنسيق مع الأمم المتحدة لإخراج المدنيين الآخرين من أزوفستال. وفيما له وثيق الصلة، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية سوف تؤثر على أوروبا وأسيا وإفريقيا. وأشار زيلانسكي إلى أن روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج بعد سيطرتها على البحر الأسود، قائلا إن روسيا تريد أن توقف الاقتصاد الأوكراني بالكامل. أعلنت السلطات الصحية في اليابان تسجيل 13,960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 7,925,010 إصابات. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تم أيضا تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29,633 حالة. ونعود إلى احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث توافد المواطنون منذ الصباح على حديقة الحيوان. مزيد من التفاصيل حول هذه الأجواء الاحتفالية يطلعنا عليها كريم كمال، موفد أخبار مصر من حديقة الحيوان بالجيزة. كريم، صباح الخير، عيدك مبارك، تفضل.
صباح الخير رغدة، كل عام وأنت بخير، والسادة المشاهدين في كل مكان ومتابعينا متابعي شاشة الفضائية المصرية في كل مكان بصحة وسلامة بمناسبة عيد الفطر المبارك. نعم زميلتي رغدة، بالفعل حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة في تمام الساعة 7 من صباح اليوم. تم استقبال المواطنين، تم فتح أبواب حديقة الحيوان أمام استقبال الأسر المصرية والمواطنين من كل مكان. جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة الأكثر مكانا قصدا من قبل الأسر المصرية للاحتفال بهذه المناسبة. نتحدث عن أن منذ 3 أيام كانت حديقة الحيوان وضعت خطة كاملة استعداد لهذه المناسبة من خلال الدفع بسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إعادة تشجير حديقة الحيوان، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من المقاعد لمقصدي هذه الأماكن الحيوية، خاصة أن هناك عدد كبير من الأماكن داخل حديقة الحيوان الأكثر جذبا للمواطنين لمشاهدة الحيوانات. لكن دعيني نتعرف عن الوضع بشكل تفصيلي أكثر، ومعي على الهواء مباشرة سيادة اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان. أهلا بك سيادة اللواء، كل صحة لك. كل سنة وحالكم طيبين ومصر كلها بخير، ومناسبة عيد الفطر المبارك كل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني حديقة الحيوان الجيزة المكان الأكثر قصدا من المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، منذ 3 أيام تم وضع خطة كاملة من قبل إدارة حديقة الحيوان استعدادا لهذه المناسبة. طبعا احنا الحقيقة يعني عارفين ان حديقة الحيوان مقصد أساسي لجميع الأسر المصرية تقريبا، واحنا يعني مستعدين الحمد لله استعداد كامل لاستقبال الأسر، وبحيث ان هم يقضوا يوم متكامل سعيد داخل حديقة الحيوان. واحنا الحمد لله فتحنا يمكن الابواب قبل ميعاد، احنا الميعاد الرسمي بقى الساعه 9، فتحنا الابواب الساعه 7 صباحا وتيسيرا على المواطنين ان هم يدخلوا، وفعلا كان في اقبال حتى يمكن الساعه 12 وصلنا يمكن الى 30,000 زائر، ومعظم الشباب ومعظم الزوار النهارده في اول يوم العيد بيبقى دايما من الشباب، ويمكن تاني يوم بيختلف نوعية الزائر أكتر، بيبقى الأسر أكتر من الشباب. لكن إحنا الحمد لله عملنا منظومة كويسة جدا بالتنسيق مع وزارة الزراعة الحقيقة، في منظومة حيوانات استخدمنا حيوانات جديدة يعني جات من بأسلوب مبتكر هو أسلوب البدل، وقدرنا الفترة فاتت إن إحنا نوفر 4-7 بحر، جبنا الزرافة قبل كده، جبنا الدب الروسي، يعني منظومة الحيوانات الحقيقة مجموعة الحيوانية مكتملة، والحيوانات كلها بصحة جيدة الحمد لله ومظهرها جيد في العرض. ويمكن برضو احنا زودنا الأنشطة الترفيهية الفترة اللي فاتت، يعني عملنا خدمة تنقل داخل الحديقة، في طفطف، في عربات جولف كار، في منظومة نظافة على أعلى مستوى الحمد لله، في بدلات نهرية، مدينة ملاهي متكاملة، حديقة الحيوانات الأليفة اللي هي بتتيح تفاعل مباشر بين الزائر وبين الحيوان، كل ده أنشطة مختلفة عاملة سعادة للناس كلها. سيادة اللواء، يعني أخيرا ماذا عن أسعار تذاكر الدخول؟ يعني كان هناك أقاويل منذ فترة بأن سيقوم الإدارة ب يعني زيادة أسعار الدخول أو زيادة أيضا أسعار دخول بعض الأماكن لزيارة الحيوانات. لا أنا باكد حكي هي 5 جنيه للفرد، والأطفال الأقل من 5 سنوات مجاني. الأماكن الداخلية اللي هي كالعادة المتحف 10 جنيه الفرد، البيت الزواحف هو 5 جنيه، أكثر من كده ما فيش أي تذاكر يعني. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد رجائي رئيس إدارة مركزية حديقة الحيوان، كل سنة حضرتك طيب يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. يعني زميلتي رغدة، كما رأيتي ربما الوضع مستقر تماما هنا في حديقة الحيوان من حيث الاستعدادات كافة لاستقبال المواطنين في هذا اليوم وعلى مدار أجازة عيد الفطر المبارك. نتحدث عن كل الأمور هنا في حديقة الحيوان مجهزة بشكل أفضل وبشكل كامل لاستقبال المواطنين للاستمتاع بأجازة عيد الفطر المبارك. بشكرك وعاود عليك. شكرا لك كريم كمال موفد أخبار مصر إلى حديقة الحيوان بالجيزة. إذن وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وللمزيد دائما مسبيرو.eg. إلى اللقاء.